المحاضرات المهمة اللي بتيجي دائما يعني، تمام؟ لأنه هي عبارة عن محاضرتين. واحدة من المحاضرات اللي هي تكملة مال دايجنوسيس اللي شرحناها بالأيام اللي ما كنتوا حضراتكم موجودين، والثاني هو تكملة للسيفالومتريك. احنا هذاك الأسبوع كملنا الأهم بارت بالدايجنوسيس اللي هو السيفالومتريك، أهم خلينا نقول أصعب بارت لأنه يراد له فهم. السيفالومتريك ما كانت هي الخطوة الأولى بالدايجنوسيس كراديوغرافيكال بارت بالأورثوبتيك تريتمنت. يعني أول ما بلشوا ما بلشوا بالسيفالومتريك، كان أكو أنواع أخرى من الراديوغرافي اللي تعرفوها جميعا يعني، صح ولا لا؟ اللي هو معروفة بالإنترا أورال راديوغرافي. السيفالومتريك والأو بي جي هي تعتبر من الإكسترا أورال راديوغرافي، لكن هاي الانواع الاخرى اللي بلشت بالراديوغرافي يسموها بالانترا اورال راديوغرافي. كم نوع عندنا راديوغرافي انترا اورالي؟ تعرفوها؟ ماخذين بالاكس راي. بيري ابيكال والبايت وينك والاوكلوزا. هاي ثلاث انواع، تمام؟ تعتبر الانترا اورال راديوغرافي، شوف هاي الصور كلها، تعتبر الايزيست واي. يعني اسهل من الاكسترا اورال، اسهل من ناحيه التكنيك، من ناحيه الديزاين، واسهل من ناحيه التوفير. يعني هسه ايش دنتال كلينيك متوفر بها انترا اورال راديوغرافي، بس ما متوفر بها اكسترا اورال راديوغرافي. يعني ممكن يكون بجهاز مال او بي جي ولا سيفالومتريك، لكن ضروري انه يكون ب انترا اورال راديوغرافي، تمام؟ اي مكان تشتغلون به من مراكز صحيه، مراكز تخصصيه، المفروض موجود بها انترا اورال راديوغرافي، تمام؟ فتعتبر انه الطريقه السهله والطريقه الاكثر استخداما. يعني وايد من الكيسات كانوا يستخدموها انترا اورال راديوغرافي لحد ما صار الاو بي جي الاورثوبانتوموغرافي. الاو بي جي اختصر خطوات من الانترا اورال راديوغرافي. يعني بدل ما كانوا يستخدمون الانترا اورال راديوغرافي بكل الكيسات، كانوا يستخدمون الاو بي جي اللي هي 1 ايمج بس تطلع لي وايد ديتيلز فيها، تمام؟ لكن ظلت الانترا اورال راديوغرافي مهمه. ليش ظلت مهمه؟ لانه كل وحده من هاي الراديوغرافيز فيها فائده تختلف عن الثانيه، تمام؟ هاي الفائده يونيك بها، يعني توفرها بس هاي الصفه، بس هذا الراديوغرافي يوفر لي هذا الشيء. هسه راح نعرف فائدة كل راديوغرافي لهذا شغل مهم اللي نحتاجه بالأورثو. الأول واحد البيري ايبيكال، تمام؟ والبايت ويك والأوكلوزا، قلنا هاي الأنواع. أول واحد بعد تشوفون عندي صورتين اللي هي الانترا اورال بيري ايبيكال تشوفون، وعندي الاو بي جي. كم وحدة ما زلنا ناخذ من الانترا اورال؟ 17. لا مو 17، هي 10 راديوغرافيات لازم ناخذ. زين، فرضا جانا بيشنت ان كوبرتيف او عندك جارد ريفلكس، نريد ناخذها انترا اورال راديوغرافي، بالعشرة ممكن تصير 20 بالتكرار. اذا كميه الاكس راي دوز راح تكون عاليه على مود. هو شنو الغرض من انتها من اخذ هاي العشرة؟ الغرض من انتها انه لازم اني اخذ فول ايمج فور هول دنتيشن، يعني 8 7 6 4 5 كناين انتيريور انسايزرز ابر لور، لازم كلها اخذها. انا بدي اخذها احتاج هاي الكميه من الاكس راي. فرضا انت طلع خطا باحد الاكس رايات راح احتاج اعيد. اذا كميه الاكسبوجر وكميه التايم اللي راح اعطيه على بدي اخذ هاي الايمجات اتعوضت عنها بال او بي جي، تمام؟ فاذا يعني كان ايام زمان البيشنت الاورثودونتيك كلينيك من يجي راديوغرافي ناخذ له 10 سيت اوف انترا اورال بيري ايبيكال راديوغرافي اتعوضت عنها بالاو بي جي. لكن ظل انه انترا اورال بيري ايبيكال عندها فائدتها اختلافا عن الاو بي جي. شنو هي؟ التوضيح الكلاريتي الموجوده اللي ممكن احصلها في مكانات معينه من الشيب والسايز والالفيولر بون والبري ايبيكال اريا ما ممكن احصلها عن طريق الاو بي جي، خاصه بمنطقه الانسايزرز. منطقه الانسايزرز مرات
نشوف مثلا اكثر تشينج صار بالبريابيكال ريجن. هذا البريابيكال ريجن الوضوح مالته بالاو بي جي مو كلش عالي، لازم اضطر انه اخذ بريابيكال. اذا ظلت البريابيكال مهمه على مود توضح لي سايز شيب اند بريابيكال ريجن. اي منطقه عندي شيك مثلا سنترال انسايزر جاني بيشنت حسيت انه اكو في الكوميونتي بالبريابيكال ريجن ممكن حيصير عنده اندودونتيك تريتمنت يحتاج، صار عنده تروما بريفيسلي، الاو بي جي ما حيوضح لي هذا الشيء، لازم شو اخذ له بريابيكال، لانه البريابيكال هو الوحيد اللي حيوضح لي البريابيكال ريجن المنطقه، المنطقه اللي دايره مدار تو سكراتش. فلهذا يظل عندي البريابيكال مهم لمكارات معينه لكن تعوض عنها بالاو بي جي. ليش؟ لان الاو بي جي اقل تايم واقل اكسبوجر حيصير للراديشن مقارنة ويا البريابيكال. صارت واضحة بالنسبة للبريابيكال؟ سهلة ما بيها صعوبة. زين، النوع الثاني البايت وينج. هاي تشوفوها؟ هاي أكثر شيء توضح لي الانتر بروكسيمال كاريز، المكانات اللي تكون ميجيالي او ديستالي اللي لا بري ابيكال مرات توضحها ولا ممكن توضح ليها بالاو بي جي. افضل شيء لها هو البايت وينج، تمام؟ هاي الفائده مالتها. النوع الثالث اللي هو الاوكلوزر. الاوكلوزر هو يوضح لي بالانتيريور ريجن، الانتيريور ريجن اوف ذا ماكسيلا، المنطقه الانسايزرز. منطقه الانسايزرز حيصير تشوف بها الاشياء العاسيه. اولا انكليشن مال الروتس كاثدونتيك برانش، انكليشن اوف روتس. اذا عندي هنا مثلا ايش تشوفون بهاي الصوره؟ يعني بامتحان عملي ممكن يجيكم هيك الصوره يقول لكم تايب اوف راديوغرافي اوكلوزر، تمام؟ تايب اوف مال اوكلوجن اوفرلاب؟ لا ماكو اوفرلاب. عندي هنا السنترال، لا ما عندي وايد. عندي هنا السنترال وهنا السنترال، صح؟ واكو فد شي بيناتهم. تشوفون؟ اها هو ميزو دنس. سوبر نيماري تيوف سن زايد موجود بين تو سنترال انسايزرز. تشوفون؟ ها هنا. اكو سن زايد بين تو ستراكشر، تو سنترال انسايزرز. ما ممكن يصير عندي انفكشن بشكل وضعيه. تو سنترال تشوفون تو سنترال اكو شادو اوف انذر توث بتوين تو سنترال انسايزر، هذا معناه هو الميزودنس زايد، تمام؟ هاي احد الاسئله ممكن تجيكم بالامتحان العملي. بالنسبه كاوكلوزر راديوغرافي اذا نستفاد من عنده بمنطقه البري ماكسيلا ريجن بالابر وباللور، لكن اكثر شيء بالابر، وشوف بيها سوبر ميموري. الفائده الثانيه اللي ممكن استفاد من عندها بالاوكلوزر راديوغرافي الامباكشن. شو الفائده مالتها كان؟ الفائده اللي تقوم يوضح لي السايد اوف امباكشن ايذر بوكالي او لينجوالي، تمام؟ يعني هسه بتجينا كيس خلينا نقول امباكتد كناين. الامباكشن ما يسموه امباكشن اذا ما يكون الروت فورميشن كامل ما صار بيه انربشن، خلوها باتم هاي الملاحظه. الامباكشن ما يسموه امباكشن اذا ما كان الروت فورميشن كامل وما صار بيه انربشن. يعني مو يجيني صوره بيها توث كناين امباكتد او مو امباكتد انربتد وما صار بيه كومبليت انربشن، ما صار كومبليت فورميشن اوف ذا روت، اسميه هذا امباكتد، اسميه انربتد. الامباكشن اسميه في حال انه الروت يصير فورميشن كامل وما صار بي اربشن انسايد ذا اورال كافيتي، هذا يسمون امباكشن. بالاوكلوزر راديوغرافي راح اشوف انه سايد اوف امباكشن مالتي ايذر بوكالي اور لينجوالي. الاوكلوزر راديوغرافي استخدام مالته قل، ليش؟ لانه صار عندي الانتروداكشن اوف ذا سي بي سي تي. الكومبيم. الكومبيم راديوغرافي يوضح لي الريليشن اوف ذا امباكتد تو ان ريليشن تو ذا سراوندينج ستراكشر. يوضح لي واستفاد السيرجن والاورثودونتست ات ذا سيم تايم اكثر مما استفاد من الاوكلوزر راديوغرافي. صارت واضحه هسه؟ بالنسبه للانترا اورال راديوغرافي على الرغم من انه التكنولوجيا والتطور اللي صار
كلاسيفايرومتريك والسي بي سي تي استخدامه ظل ضروري لحد الان يستخدموها. ثلاث انواع: البيري ابيكال، البايت وينج، والاوكلوزال. فايده تكون وحده بعدها مهمه يعني. البيري ابيكال نشوف بها الكلاريتي موجوده بالبيري ابيكال سايد. بالنسبه للاوكلوزال هو الامباكشن والسوبر نيومراري بالفري باسيلا ريجن. بالنسبه للبايت وينج الانتر بروكسيمال كاريس. صارت واضحه؟ زين. تعاملنا احنا تيف البون واحد عناصر التريتمنت مالتنا يسموها اللي هو growth modification. تذكروا هذا الكلام؟ growth modification انه البيشنت مرحله growth ولازم اسوي improvement للgrowth مالته لو احل مشكله المال اوكلوجن. تمام؟ اذا تعاملنا ويا الشخص هو اللي هو growth. فلهذا نحتاج نوعية من الراديوغرافي أو نوعية من الأسسمنت اللي أحتاجها بالأورثودونتيك دايجنوسيس أعرف إنه هذا البيشنت في مرحلة الجروث أو في مرحلة نون جروث أو في مرحلة كومبليت جروث. هذا الشيء يسموه جروث بريدكشن. يعني شخص يجيني الأعمار محيرة. أيام زمان كان يقولون هذا العمر هاي الحالة، هسه أيام هسه ماكو شيء. يعني مو انه معناها 12 سنه خلاص عنده بعد جروث او راح يبلش الجروث او اكتف جروث تايم، لا، اكو تغييرات وايد تصير عندنا. لهذا احتاجوا الى جروث موديفيكيشن، احتاجت الى فد نوع من البريدكشن، يعني فد شيء اتوقع ان الجروث في مرحله الاكتف كملان او ما كملان. فاحد الطرق اللي كانوا يستخدموها سابقا هاي الطريقه باللاترال سيفالومتريك راديوغرافي اللي شرحناها بالمحاضرتين اللي فاتت. تشوفون الفرتبرا of the human beings، يشوفون المسافة بين واحدة والثانية. كل ما تقل المسافة معناها الكلاسيفيكيشن مال البون مكتمل أكثر، معناها الجروث ينتهي مع شخص الأكتف جروث قصدي. يعني تبون شلون؟ هذا كان أحد الطرق اللي استخدموها بالماتشوريتي إنديكيتر. Nowadays يستخدمون هاي الطريقة الثانية الهاند ريست. ياخذون أشعة للهاند ريست ويشوفون إنه البيشنت أكتف جروث أو خلص أكتف جروث مالته. ليش؟ وشنو السبب لهاي الشغلات؟ بس هاي الشغلات لازم تعرفوها تبوي. أولا الهاند ريست عبارة عن 27 small bones. 27 small bones، 27 عظم صغير. In addition to the distal end of two main bones اللي هي radius والulna، عبارة عن 27 small bones. الhand rest عبارة عن 27 small bones in addition to two important distal ends of radius and ulna. radius والulna تجي منين؟ من الذراع. تمام؟ من الarm. يجي هذا الراديوس والأذنة ويا 27 small bones يكون لي هذا الهاند ريست. بالهاند ريست شافوا خلال الدراسات والأبحاث إنه المصدر مال هذا البونز كلها عبارة عن 51 centers growth center. يعني 51 growth center يعني ها كمية هائلة من growth center. انتبهوا انه عملية الديفلوبمنت مال هذه البونز والكلاسيفيكيشن مالتها كلها تصير انتايرلي كلها بالبوست نيتال جروث وليس بالبري. يعني عملية الكلاسيفيكيشن، تعرفوا شنو معنى الكلاسيفيكيشن والجروث والديفلوبمنت مال البونز؟ شنو قصدي؟ قصدي انه اول ما يولد الطفل من داخل الهاند ريست راح تشوفون انه هاي السمول بونز اكو بيناتهم فراغات. هاي الفراغات لازم تنسد، تشبه عملية السوتشرز الموجودة عندنا بالسكال، صح ولا لا؟ أول ما يجي فرونتانيل ليست، تذكرون بالجروث أخذناها العام، إنه كل بون مفصول عن البون آخر بسبيس، هذا السبيس راح تنسد، حيصير عندي سوتشر، صح ولا لا؟ تذكرون هذا الكلام؟ شلون حيسد؟ عن طريق الكونتينوس جروث وديفلوبمنت. كذلك بالهاند ريست، الهاي تو 27 small bones راح يصير spaces. هاي spaces راح يصير ويا development بالpostnatal growth، انه راح يصير عملية closing spaces.
كل ما تزيد الفراغات كل ما افتهم انه الشخص تجاوز مرحلة الاكتف جروث تايم مالته، تمام؟ لانه خلال الدراسات اكتشفوا انه كل الكلاسيفيكيشن وكل الديفلوبمنت مال هانترست يمتق تصير بالبوست نيتال لايف، يعني ماكو شيء يصير بالبري نيتال لايف، كلها تصير يمتى بالبوست نيتال لايف. من تسد الفراغات بين هاي البوست كلها معناها افتهم انه الشخص انتهى الاكتف جروث تايم مالته. يا عمر هاي الاعمار توصل بين الاكتف جروث تايم اللي احنا اخذناها خلينا نقول بين 14 و15 فور ميلز، وبين 10 الى 12 او 12 الى 13 فور فيميلز. مختلفه، ماكو رينج ثابت، اكو رينج مختلف، لانه التشنجز اللي تصير والظروف اللي تصير يشوف لو نشوف وايد اختلافات بين الايج وبين الجروث تايم، تمام؟ فاذا اعتبرت الهاندرس راديوغرافي از ماتوريتي انديكيتر، ماتوريتي انديكيتر انا بقول اسوي اندي بريدكشن فور جروث اوف بيشنت بالاورثوتيك تريتمنت. بس الهاند اوف ريست لا، هاند ريست والسيفالوماتريك ايضا هلو بعدكم. يعني لو واحد يسالكم شنو هي الماتوريتي انديكيتورز اللي اقدر اشوفها للبيشنت عن طريق شنو هي الوسائل اللي ممكن استفاد من عندها، اما عندي الهاند ريست واللاترال سيفالوماتريك، تمام؟ هاند ريست واللاترال سيفالوماتريك. بنيافه قوايافه. اول فقرتين اللي يعني بتطلع بس بالسيفالوماتريك الاول فقرتين. صارت واضحة؟ عجبه يسأل اليوم. هذا مو زين يعني اليوم جاء ويحضر وسمعنا صوته. ويلكم. الله يسلمك تراك. زين. انتبهوا. انتبهوا. تذكرون الاكيورسي اللي حكيناها بالدايجنوسيس؟ ايش قال نحصل اكيورسي بالكلينيكال اكزامينيشن؟ 80%. قلنا شلون نكملها؟ بالراديوغرافي. بالراديوغرافي. قلنا السيفالومتري صح لو لا؟ احد الطرق اللي نحصل على الاكيورسي بالريزلت. انتبهوا لي لهذا الشيء. اثناء ما شرحنا السيفالومتري كان عندي بوينتس وبلينز وانجلز واناليسيس. قلنا اختلاف الاناليسيس ليش؟ لانه كل شخص كل عالم جاء من درس الاناليسيس مال السيفالومتريك ايش قال؟ قال مثلا اريد اني اسوي ماكسيلاري بلين. ماكسيلاري بلين النقاط تحديد النقاط مال ماكسيلاري بلين بها صعوبه، احول على فرانكفورت بلين. تذكرون هذا الكلام؟ يعني مثلا حكينا عن الفيرتيكال ايش قلنا؟ قلنا اما ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل او فرانكفورت مانديبولار بلين انجل، صح ولا لا؟ بالمانديبول مثلا ترجع المانديبولار بلين الانسايز تصير فيها اشكالات. يعني من يصير عندك هشك إشكالات وهشك الكلام أكو فت كونترافيرسي بالكلام إنه أنا عندي صعوبة بتحديد هاي النقطة، عندي صعوبة بتحديد هذا البلاي، وعندي مشكلة بهذا الموضوع. إذا معناها الأكيورسي الدقة بالدايجنوسيس بعد ما توصلت لها، صح؟ يعني إيش قد ما أنا اشتغلت الكيس اخذت الصور وسويت لك كلينيكال اكزامينيشن بكل دقه عاليه واخذت لاتروسيفالومتريك او بي جي وعينت النقاط كلها، ما حصلت على الاكيورسي اللي انا اريدها بنسبه 100%. شنو السبب؟ يعني ليش مع انه السيفالومتريك او الراديوغرافي انا تعاملت وياها بالاو بي جي والانترا اورال والاكسترا اورال ما وصل لي الى نسبه ال 100% accuracy؟ ترى ماكو اتفاق بس بالمانجا احد الاسباب هاي، بس اكو سبب رئيسي. ما كان بس شارع شلون مو كل الاتجاهات على شيء ترى انا تو دايمنشن. اها كلام صحيح ممتاز. معنى الكلام انه الراديوغرافي اللي قاعد اتعامل وياه، التليفون بلا زحمه على صامت، الراديوغرافي اللي قاعد اتعامل وياه هو عباره عن تو دايمنشنال اوبجكت، تمام؟ يتعامل او ياخذ راديوغرافي لشخص عباره عن 3 دايمنشن، صح ولا لا؟ اذا احنا عباره عن 3 دايمنشن وبناخذ 2 دايمنشن. يعني حتى تتذكرون بالسيفالوماتيك الاناليسيس مالتنا ايش قلنا احنا؟ ناخذ 2 دايمنشن، السكليتال فيرتيكال والسكليتال انتروبوستيريال. قلنا ترانسفيرس ما طلع، صح ولا لا؟ تذكرون هذا الكلام؟ ليش ما طلع الترانسفيرس؟ ليش؟ لانه الراديوغرافي هو لاترال فيو،
لازم اخذ البيشنت انتيريور ريفيو، بالانتيريور ريفيو احصل الترانسفيرس والفيرتيكال. اقدر احصل انتروبوستيريور؟ لا. تشوفون اكو عندي مشكله، ليش؟ لانه عباره عن radiography of two dimension the subject of three dimension. اذا الحال شنو كان؟ انه لازم احصل على radiography the three dimension the three dimension، صح ولا لا؟ الحال شنو كان؟ هو three dimensional imaging. شنو هو الconvention؟ لا قبل السيريس. طب شوفوا التاريخ، شوفوا هاي ترى راح تقرأ على شكل قصة تاريخية، بس تاخذون المعلومات مهمة منها فقط. طب والكلام راح اقوله هو هذا اللي اريده يعني فقط، انا مو بس انا اريده يعني، هو فقط حتى كمادة وزارة فقط هذا المعلومات، لانه مجموعة من البحوث الجديدة والكلام اللي ما بيه فائدة. طب وزارة الاطلاعية بالـ 3 dimensional imaging اول شيء سووا الconventional type of image، الconventional كومبين راديوغرافي. الconventional type كان بيها ثلاث مشاكل. اولا الراديشن عالي، راديشن دوز عالي، رقم واحد. رقم اثنين الريزوليوشن كلش قليل، lack of resolution. رقم ثلاثة الكوست عالي، يعني المبلغ عالي، ريزوليوشن قليل والدوزج عالي مال الراديشن، كلها ديس ادفانتج. بيها فائدة؟ لا. الدوز عالي، ريزوليوشن قليل، صورة ما واضحة، والسعر عالي، تمام؟ ما حصلوا فائدة. إلى أن صار الكومبيوم راديوغرافي، الكومبيوم سي بي سي تي، الكومبيوم راديوغرافي، الكومبيوم كمبيوتر توموغرافي. هذا من صار؟ صار عندي امبروفمنت كلش عالي. الامبروفمنت شلون صار؟ اولا كميه الراديشن قللوها مقارنه للكونفشنال تايب. طب كميه الراديشن الدوز مال الراديشن قلت مقارنه ويا الكونفشنال تايب، وليس مقارنه ويا الانترا اورال اند اكسترا اورال راديوغرافي. يعني من اجي اخذ الكومبي راديوغرافي توموغرافي واخذ بيري ابيكال اكس راي او اخذ او بي جي او لاترال سيفالومتري، كميه الراديشن تظل عاليه. تفهمون كلامي شلون؟ بس مقارنه ويا الكونفشنال تايب قل الدوز، هاي رقم واحد. الريزوليوشن صار جدا عالي والكوست بقى عالي. صار امبروفمنت او ما صار امبروفمنت؟ صار لا هواي صار امبروفمنت. من يقول لك انه الريزوليوشن صار كلش عالي ما يوصل اي تايب اوف راديوغرافي الى هاي، معناها صار امبروفمنت كلش عالي. صح الكوست ظل عالي بس الدوز نوعا ما اعلى من البقيه. اذا الكونتروفيرسي وين صارت؟ هل انه اي بيشنت يجينا اورثودونتيك دايجنوسيس انديكيتد فور سي بي سي تي لازم ادزه على سي بي سي تي؟ فايز سي بي سي تي وين كان؟ بالدنتستري. بالنقاط الاتيه، اولا تشوفون الهايت اوف الفيولر بون، هاي فائدته مهمه، هايت اوف الفيولر بون، بليسمنت اوف ذا امبلانت، والتمبرا مانديبولر جوينت كونديشن، تمام؟ هايت اوف الفيولر بون، بليسمنت اوف امبلانت، والتمبرا مانديبولر جوينت كونديشن، هاي شغلات كثيره رئيسيه. هاي in general dentistry. زين احنا ما قلنا dentistry general، احنا قلنا ناخذ orthodontic، تمام؟ بال orthodontic فعلته شنو كان؟ impacted canine. تشوفون؟ يعني شخص عنده impacted canine يدز على CBCT. زين كل شخص يجينا عنده impacted canine يدز على CBCT؟ كل شخص يجينا diagnosis for orthodontic treatment يدز على CBCT؟ لا. زين ليش؟ السبب الاول شنو هو؟ انه يظل الدوز اوف راديشن اعلى من الانترا اورال اند اكسترا اورال راديوغرافي. سووا فد مشروع فد بروجكت فور سيفتي بروجكت، مجموعه من اليوروبيان كوميشن سووا فد بروجكت يسووا سيفتي للراديشن. حصلوا عليها النقاط الاتيه، تو اورثودونتيك انا قاعد احكي.
كدنتستري صار السي بي سي تي من العناصر الرئيسيه، يعني انه اغلبيه البيشنت ياخذوا له سي بي سي تي. بالاورثودونتيك برانش اوف دنتستري حصل على ثلاث نقاط اتيه وهي رئيسيه. اول شيء بالدايجنوسيس السي بي سي تي ديسكارجمنت، يعني مو اي شخص يجينا ادز على السي بي سي تي، هذا اولا. تمام. ثانيا ان احنا احد فوائد السي بي سي تي هي بليسمنت اوف ذا امبلانت. بالاورثو اكو امبلانت اللي هو معروف عنه ميني امبلانت، هل معناه اي شخص يحتاج ميني امبلانت اخذه السي بي سي تي؟ لا. ليش؟ لانه انا ما اريد احصل على اوستيو انتجريشن عالي من مثلا اذا حصلها مثل بالامبلانت الاعتياديه، ما احتاج الى هايد بون عالي اشوف بيها مثل ما احتاج بالبليسمنت اوف امبلانت الاعتياديه. تمام. لذا عمليه الامبليسمنت اوف الميني امبلانت بالاورثودونتكس نوت انديكيتد فور سي بي سي تي. تمام. هذا رقم 2. رقم 3 الاستفاده مالتها وين حتصير؟ impacted canine زائدا resorption of surrounding structure، يعني من up in the canine impacted. تمام. واكو فد bulge palatally احتاج ادز على سي بي سي تي. canine impacted واكو bulge palatally، يعني عرفت مكانه لو ما عرفت؟ عرفت مكانه. ليش؟ انه اكو bulge palatally، صح ولا لا؟ يعني اكفد مكان الكناين اكفد ارتفاع، هذا ارتفاع يبين هذا الكناين، صح ولا لا؟ احتاج اخذ سي بي سي تي؟ لا، ما احتاج اعرض البيشنت الى اكسبوجر عالي واحتاج الى ادفع له فلوس عاليه في سبيل انه اعرف وانا قاعد في مكانه. لكن من يجيني البيشنت اول ما يجيني تاب، ترى هاي قاعد تجي منها اسئله كلينيكال، تاب قولي الكلام اللي قاعد اقوله عباره عن تجي اسئله كلينيكال. جاني بيشنت للدنتال كلينيك عند امباكتد كناين، اول خطوه ادز على السي بي سي تي؟ لا، كلينيكال اشوفه، اشوف شفته كلينيكال اكزامينيشن، ماكو اني اوبزرفيشن للكناين. اوكلوزال اوكلوزال فون بعد. احمد يقول اوكلوزال فون بعد. او بي جي اوبشن ثاني صحيح بعد. بري ابيكال ما اقدر اخذ، بريبك ما اقدر اخذ، صح ولا لا؟ لا ترى سفانوماتك ما اقدر اخذ، هم يطلعني، صح ولا لا؟ ما يوضح لي صحيح بس يطلع لي المكان، صح ولا لا؟ دائما من يكون التو ستراكشر امباكتد بالمنتصف لا هو بليتر وان هو ليبيالي، راح يكون البوزيشن ما مضبوط. مرات بالاو بي جي اخذ البيشنت انت امباكتد كناين ويكون قريب من احد التو ستراكشر، احتاج سي بي سي تي لو ما احتاج سي بي سي تي؟ ليش؟ غير تحديد المكان، غير الدايركشن، ريليشن للادجيسنت. اها، الريليشن تو ذا ادجيسنت اهم شيء. من يكون عندي امباكتد تو وعندي احتاج انه اشوف القريب من احد التو ستراكشر، مهم عندي انه انا اخذ سي بي سي تي، لانه سي بي سي تي الغرض الرئيسي بالامباكشن انه اشوف الريليشن وذ ذا ادجيسنت ستراكشر، يسوي لي ريزوربشن او ما يسوي ريزوربشن. تمام؟ هاي نقطة كلش مهمة. تمام؟ صارت واضحة؟ أيضا استفاد من السي بي سي تي وين؟ بالأورثوغنوثيك سيرجن. استفاد من السي بي سي تي في جماعة الكليفت ليب وباليت، أريد أشوف كمية البون لوس الموجودة في حال بيشنت أوف كليفت باليت. تمام؟ استفاد من السي بي سي تي إذا الشخص اللي قاعد أتعامل وياه بالأورثوغنوثيك كلينيك عنده تمبرال مانديبلر جوينت بروبلم. أنا أشوف الريليشن مال تمبرمانديبيولر جوينت. تمام؟ هاي الحالات هي الحالات فقط اللي أحتاج إنه أدز البيشنت على السي بي سي تي. طبعاً صار تطور أكثر بالبروجرام كسوفت وير بروجرام مال سي بي سي تي يسموه بالفيرتشوال 3 دي. هذا يوضح لي الريليشن أوف ذا فيس إن هاي ليفل أوف ريزوليوشنز. هاي وين استفادوا بيها؟ استفادوا من عندها بالاورثوغرافيك سيرجري، بحيث يجي البيشنت ينطيك دايجنوستس كامل عن طريق هذا البروجرام، يوضح لي الريليشن بين السوفت تشو وبين الهارد تشو. هاي تمام.
رقم اثنين يشوف لك البريدكشن اوف ذا موفمنت اللي راح تصير، يعني التغييرات اللي راح تصير والد اوبريشن، تمام؟ لاين اوف انسيجن والكاتس مال بون وين حيكون بالضبط، اضافه حتى السبلنت السيرجيكال سبلنت اللي يحتاجوها بالتريتمنت كلها ممكن يسوي لك اياها عن طريق هذا البروجرام. هذا احد اخر التطورات اللي صارت بال 3 دي بالسموه بالفيرتشوال 3 دي، تمام؟ اخر نوع ممكن نستخدمها بال 3 دايمنشنال ايمجينج هي الاوبتيكال ليزر سكانينج. الاوبتيكال ليزر سكانينج هذا يراد له يعني امكانيات عاليه جدا. احنا غرفه ما مرتبينها كليه ما بيها اساتذه، ادري ان هاي غرفه شويه صعبه لانه هاي راد لها سنتر كامل خاص بي. ليش سنتر كامل خاص بي؟ لانه يحتاج لها على الاقل ثلاث غرف، غرفه للبيشنت، غرفه للجهاز، وغرفه للفيور. سهل؟ نتبرع احنا نجمع بيلات. تتبرعون؟ نجمع بيلات. وتسبلي ما جبت. لا تتبرع وجمع فلوس جيب لكم بساتي اذا صدق جدا. انت تتبرع تجيب ليزر اسوي وقتها؟ لا فلوس علينا يلا. ها؟ فلوس علينا ولا ساتي اذا عليك. تمام نجيب لكم ساتي. زين يعني؟ بس اكثر شيء يستخدموها بالاورثوغنافيك سيرجري لانه يعني يشتغل شغل رئيسي فقط على السوفت تيشو ستراكشر وليس على الهارد تيشو، تمام؟ صارت واضحه؟ اذا هسه شفتوا انه بهذا البارت من هاي المحاضره شفتوها يعني محاضره عباره عن 10 صفحات بس هي محاضره شرحيه وبيها تواريخ هوايه وبيها حكي هوايه مو كلش مهمه، الشيء اللي حكيته بداخل المحاضره هو هذا اللي اريده، تمام؟ In addition to the lateral cephalomatic اللي أخذتوها عشان حتكون إياها ويمكن الـ OPG اللي حتكون إياها دكتورة منى، أكو أنواع أخرى من الراديوغرافي نحتاجها بالدايجنوسيس. أول شيء كانت البريأبيكال راديوغرافي، بايت وين، والأوكلوزال. الأوكلوزال قلنا استغنى عنها بالكومبي السي بي سي تي، تمام؟ البريأبيكال نستفاد منها لحد الآن على نشوف الكلاريتي بالبريأبيكال ليج أريا، وإضافة البايت وينج بستفاد من عنده بالإنتربروكسيمال كاريس. إذا أريد أعرف كماتوريتي إنديكيتر إنه شخص ستيل جروينج أور أكتيف جرو أو خلص أكتيف جروث مالته عندي أما سيفالومتريك، تمام؟ أو الهاند ريست. الهاند ريست ليش؟ لأنه عبارة عن 27 بون، المصدر مال الجروث مالتها عبارة عن 151 جروث سنتر، كل هالجروث مالتها هي تكتمل بوست نيتال. ورا ما يولد الشخص تكتمل اهم نعرف انه هو كومبليت جروث اور نوت كومبليت جروث، تمام؟ لانه الشخص اللي نتعامل وياه هو 3 دايمنشنال اوبجكت راح نحتاج الى 3 دايمنشنال ايمجينج، لهذا صار عندي امبروفمنت استخدمنا الكومبي. الكونفشنال ما نجح ليش؟ لان الريزولوشن قليل، الكوست عالي، والراديشن عالي. جينا سرنا الكومبي، الكومبي مستخدمة جميع الكيسات؟ لا، لأن الراديشن يظل بعده عالي، استخداماته بالأوثوماتيك كلها موجودة بالمحاضرة.